واضح دكتور. السلايد واضحة لكم برضو في نظام الشو؟ صحيح واضح. نعم دكتور. ممتاز ممتاز، نعم يعطيك واضح. شكرا لكم. هذه محاضرتنا اليوم الثالثة، يمكن تعلمنا مهارات أو يسمونها التايم مانجمنت وتحديد الأولويات، يمكن في بعض السكيلز تعرفنا عليها وتأكدنا إن شاء الله بإذن الله راح نطبقها في أعمالنا، سواء على مستوى العمل الوظيفة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الفردي داخل الأسرة. وبعدين دخلنا في محاضرة أخرى اللي هي محاضرة التفكير النقدي والتفكير الإبداعي، وقلنا التفكير النقدي إنه كقائد أنت تحتاج إنه هذه المهارة إنك تطورها وتنميها عندك، وهي تنمى عن طريق اللي هو برنامج اللي قلناه الفيز 1 والفيز 2 واللي هي عملية اللاوعي ومحدودية التفكير، ومن ثم وصولك للتدريب والتعلم والممارسة حتى تصبح إذا مهارة وتكون هي جزء من حملك اليومي، بحيث أنه أي حقائق أمامك لا تكون مسلمة، لازم أنك تبحث وتتمحص حتى تتأكد أنك تتعامل معها بشكل جيد. عشان نكمل مهارات القيادي ويكون القيادي عنده طريقة جيدة في إدارة وقته نظرا للمهام والمسؤوليات المتاحة والمناطة فيه، وعنده الفكرة أو عنده المهارة في عملية التفكير النقدي والتفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق، وهذه المهارة من المهارات الممتازة والجيدة. نبقى الآن كيف نتطور بعض المهارات القيادية اللي نحتاج أنه يكون على دراية فيها. أوكي. القيادة يمكن نبدأها في تعريف القيادة ومنظور القيادة، يعني في أكثر من تعريف يكون القيادة هي القدوة، أنه في قدوة أمامك تحاول أنك تصير هو يقودك لهذه المهمة، لهذا العمل، لهذه الكاريزما. هي عملية التي من خلالها يؤثر القادة على قيم الآخرين وسلوكهم وموقفهم، تحاول أنك تؤثر على من حولك وتكون قادر أن تغير في سلوكهم نحو عمل، سواء عمل مثل ما قالوا قبل شوي دكتور عبد المجيد والزملاء، في التحول، في تجمعات، في مديريات، في أنظمة جديدة، في تعامل مع وباء لا سمح الله جديد، كيف التعامل، كيف الخروج من المنظور أو النطاق الأول للنطاق الجديد. هل القيادة مرتبطة في الموقع والصلاحيات؟ وإنما هي في طريقة التعامل مع الآخرين؟ هنا بيقولون أن القيادة ليست مرتبطة بالموقع والصلاحيات. هل في أحد ممكن يعطيني مثال أنه هناك قيادة ممكن تكون موجودة ولكن ما هي موجودة على نفس الهرم التسلسلي اللي يسمونها الأورجانيزيشن شارتر أو الهيكل التنظيمي؟ هل مرت عليكم مثل هذه الكاريزما اللي ممكن يكون القيادي موجود، او انه ما مرت عليكم؟ احتاج انه نسمع مشاركتكم، ممكن نحتاج يمكن الشماليه اكثر، ولكن المشاركه مفتوحه للجميع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. احيانا يكون الشخص القيادي حتى في مجال الدراسه مثلا، يمكن على كرأس الدراسة في شخصيات حسنة قيادية، دائما الناس تحولقوا حواليهم، الناس يبغوا يستفيدوا منهم، دائما صوتهم تحس انه ملفت، يعني الكل ينجذب اليهم لانهم شخصيات جميل. قوية، تكون البيرسوناليتي قوية فيهم. جميل. يعني انت تعريفك تقول انه ممكن يكون طالب في فصل دراسي ليس له صلاحيات، ولكن هو من ضمن الطلاب، ولكن هو عنده شخصية القيادية اللي ممكن يتفون حوله، قادر انه يوصل صوته بطريقه باخرى، له كاريزما معينه، ممكن يقود مجموعه، ممكن ياثر رايه على الاخرين بطريقه معينه، صح؟ وممكن ياخذ مجموعه من الطلاب يروحون للدكتور مثلا ويغير اسئله، ولا يحاولون يغير موعد امتحان بسبب هو تاثير الكاريزما الخاصه فيه، ويحاول انه يكون جانب القيادي موجود عنده ظاهر ومؤثراته على الناس الاخرين
طريقة إقناعهم عنده طريقة وأسلوب في الإقناع، صح؟ صحيح. في بعض من الأمثلة يمكن لاحظته، اللي يمكن احنا بعض المرات نزور بيت الوالد أو نزور الله يخلي لكم أبوانكم وأمهاتكم، أن يكون البيت اللي يسمونه البيت الكبير، فيكون بعض المرات يكون أخواتك موجودات، يكون في أسرة وفي أطفال موجودين وتلعبون في الحوش بطريقة أو بأخرى، فلو أنك أنت بس تراقبهم من بعد تلقى واحد منهم لا يكون عمرا، مو أكبر منهم عمرا، ولكن عنده كاريزما القيادة، بحيث أنه ممكن هو اللي يماسك الكورة، ممكن هو اللي يوزعهم، ممكن هو اللي يسمعون كلامهم، هو اللي يتبعونه، هو ما هو صاحب الكورة، مو اللي شاريها، بس ممكن هو اللي يعني عنده الكاريزما في طريقة أنه يقود اللي حوله. فهي الكاريزما تكون موجودة في عملية القيادة، فهي عشان ما نربطها، أكيد ودنا أن تكون كل قيادي مربوط في الهيكل التنظيمي، أن يكون هو قيادي بالفطرة، ولكن بعض المرات أنك تحتاج أن يكون هو مانجر مع قيادي، وتحتاج برضو بعض المرات أن يكون عندك اللي هو طريقة أنه التنظيم يسمونه التنظيم الغير رسمي. في بعض المرات يكون عندك داخل القسم عندك قياديين بطريقة معينة تكلفهم في مهام لا مركزية، ليست لها تسلسل هرمي من ناحية الهيكل التنظيمي، ولكن تحتاجهم في إقناع، حل مشاكل، زيارة أقسام معينة، توافق بعض الأقسام، بعض الناس، إدارة اجتماعات معينة بهذا الشكل، وليس له سلم هيكلي في السلم الإداري. خلصنا من القيادة في قيادة، وقلنا أنها هي قدوة، وهي أن تؤثر على الآخرين في سلوكهم وتوجههم. والآن نتكلم عن الشخص القائد. الشخص القائد هو الذي لديه القدرة على وضع رؤية، أو عنده رؤية محكم المستقبل القريب أو البعيد، بناء على تحليل وفهم الواقع والأحداث الماضية، وتحديد مجموعة من الأهداف والقدرة على تحفيز الآخرين ليحققوا معا هذه الأهداف. يعني هو عنده رؤية، والرؤية أكيد مرتبطة في أهداف مستقبلية، والأهداف المستقبلية راح تحقق هذه الرؤية بطريقة أو بأخرى. لديه القدرة أيضا على التحليل المهارات لكل فرد في الفريق والخاص به، ووضعه في المكان المناسب. هو قدرة برضه أنه عنده كاريزما، أنه يشوف الناس اللي حوله، هذا والله قادر يسوي لي رسومات بيانية، وهذا قادر أنه ممكن يكون هو تايم كيبرز، وهذا قادر أنه يكون انفلونس أذرز. فهذه الطريقة والتوليفة، هذا القائد اللي ممكن نحتاجه. أيضا القائد هو الذي يسعى دائما لتطوير مهارات اللي تجعل أكثر تأثيرا في الآخرين. دائما القائد تحس أنه يسقل مهاراته في أكثر من مهارة، يتحاول أنه التعامل مع الآخرين، يتعامل يسقل قدرات القيادة، الإدارة، التحليل، السكيلز، المهارات الإدارية، كمهارات التعلم في قصدي التخطيط الاستراتيجي، في التعامل مع الآخرين، بناء الفرق. فهذه كلها تلقى القائد يحاول يطور نفسه بشكل أو بآخر. القائد يرشد الفريق للطريق ويشارك معهم الوصول للهدف. القائد يطور مهاراته ليدير الفريق بالإلهام والثقة والتحفيز. القائد هو الذي لديه القدرة والمعرفة على أحداث فرق وتغيير. من التعريف اللي قدامكم الآن، يعني ما هو التعريف المجمل اللي ممكن تطلعوا فيه كخلاصة؟ ممكن دكتور القائد انه من الاخير يكون ملهم، وعنده ثقه في نفسه، صحيح. وعنده حكمه، صحيح. الحكمه ذكرناها، ولو بنسقطها على محاضره اللي قبل شوي، اللي هو عنده قدره على التفكير النقدي، صح؟ صحيح. وملهم، وعنده كاريزما التاثير على الاخرين، عنده برضه، مش لازم انه تكون انت ملهم وقادر بعدين تكون عندك سكيلز ومهارات، انت مطور نفسك، انت قادر انك انت لما يعني تكلمنا عن التخطيط الاستراتيجي، عندك رؤيه وعندك معرفه كيف تصنع الاهداف وتتابع هذه الاهداف، قادر انك توجه الفريق للرايت دايركشن، او الطريق الصحيح. زين، الان التعريف اللي قدامكم هذه، وش الفائده منها؟ لو خلنا، ما هي الفائده من هذا التعريف كعصف ذهني نتكلم عنه؟ تسمع أكثر من تعريف، يعني ممكن يقول قائد يطور مهاراته، قائد يسعى دائما لتطوير مهاراته، طائر يرشد الفريق، طائر قائد كذا، عنده رؤية.
يعني احنا الان في المرحله هذه احنا الان بنحاول اكثر معلومات عن القائد بحيث انه انت تشوفها وينك من هذه التعريفات. هل انا القائد اللي قادر انه دائما اسعى لتطوير مهاراتي؟ حضورك لهذه الدوره او اختيارك ان تكون احد اعضاء هذه الدوره، انت من القياديين اللي راغب انه يطور نفسه ومهاراته في اكثر من جانب، جانب الاستراتيجي، جانب السياسات والاجراءات، جانب اداره الوقت، جانب التفكير، جانب الكتابه المهاريه، جانب جانب جانب. انت هذه شخصيتي انا، ممتاز زين، هل عندي رؤيه؟ اوكي والله ممكن ابنيها وافكر ان كيف ابني رؤيه وكيف احقق اعمل لها اهداف. هل انا من الناس اللي عندي قدره اني كمعلومات اني اقول امسك الفريق وارشده للطريق الصحيح؟ لا عندي، لاني دائما اعمل جولات داخل المستشفى او داخل مواقع معينه وعندي باك جراوند عن مثلا الجايد لاينز الخاصه في كوفيد 19 الابديتد جايد لاين مثلا، وقادر انه اي استفسار ممكن يجيني وانا بالكوريدور ممكن اجاوب عنه بشكل جيد وواثق من معلوماتي. معناتها هذه من التعريف اللي ممكن استفيد منها ويكون القائد واحد منها. الان عشان تصبح اللي يسمونها كيف تصبح قائد بالوعي واكتساب المفاهيم، عندنا انه اول شيء خلونا نخرج شويه من المقارنه اللي دائما نسمعها، مقارنه تقليديه اللي يسمونها القائد والمدير، سمعتوها كثير صح؟ صحيح. وسمعتوا دائما هل القائد يولد ام يكتسب، وما الذي ما الى ذلك من هذه المفاهيم اللي اعتقد انه قتلت بحثا خلال فترات السنوات الماضيه، وكل يبي يثبت انه هذا مدير وهذا قائد. في كل اثنين انا محتاجه في شخصيه الواحد، ترى كل اثنين عشان أكون معكم واضح نحتاجهم في شخصية الواحد، ولكن لها نسب وطريقة في آلية التطبيق. أنا ودي أنه والله يكون القائد يكون هو المدير صح، ويكون النائب حقه مانيجر مدير، قصدي اللي هو الرئيس المنظومة والإدارة يكون قائد بمهارات القائد أو بمواصفات القائد، ويكون النائب اللي معاه ويكون هو مانيجر. المانيجر دائما يقول قادر انه يعني يوزن الامور، يرجع للريفرنس، يرجع للمراجع عشان يكون مع ودن تراك مع النظام، ما يقدر انه يحيط عن النظام بطريقه او باخرى. اكيد اني لما صار عندي قائد انا بالماليه هل احتاج قائد؟ لا، انا احتاج واحد مانجر عشان انا ما ودي اخسر، ولا ودي اني ممكن اسبب مشكله للمنشاه اللي انا اشتغل فيها ويتاثر عليها بسبب امور يعني قرارات سريعه اتخذت فيها قرارات وأثرت. لا، أحتاج واحد مانجر عنده لستة of regulation ويطبقها على الأنظمة الموجودة عنده ويحاول أن يساعد الآخرين. خلونا الآن نفكر من ناحية أنه في عندنا درجات للقيادة. عشان أنت الآن تصبح قائد أكيد أنك ما راح تكون اليوم متخرج وتصير قائد مباشرة، يعني أتكلم في السلم الإداري. هي درجات تبدأ يعني من وهذا راح نأخذها إن شاء الله في السلايد اللي بعدها في عملية الهرم اللي أعطناها ماكسويل في موضوع أنه أول شيء إدارة نفسك وبعدين تشتغل على إدارة المجموعة وبعدين إدارة المنشأة وبعدين إدارة المنظمة وبعدين إدارة الشركات الكبيرة اللي هي كيفية طريقة إدارتها. تبدأ بالقيادة الذاتية، قيادة نفسك أنت. الواحد اللي ما يقدر يقود نفسه عنده مشكلة، فأنت كيف تبغاه يقود أحد؟ ثانيا انه المهارات القياديه اللي انت اكتسبتها او اللي موجوده عندك كمهارات قياديه ممكن تكون موجوده عندك، رؤيه عندك، تطلعات، وراح ناخذها ان شاء الله باذن الله مع تسلسل المحاضره سلايدات راح يكون ان شاء الله باذن الله نوضحها بشكل اوسع. اوكي، ال 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 الهرم التدرج القيادي، وهو هرم يمكن راح اتكلم لكم عن اللي سواه اللي هو جون ماكسويل. هذا العالم من رقم واحد في ملهم في القيادة حسب جريدة التايمز الأمريكية، وعنده يمكن أكثر من 26 مليون كتاب تم بيعها بأكثر من 50 لغة في عام 2014، وهو من القيادات اللي صنفته الأمريكان مانجمنت سوسايتيز إنه من الناس الملهمين والقيادات اللي لها أثر على المجتمع. بداها ماكسويل في عملية إنه قال إنه في تدرج في هالهرم، إنه أول خطوة في القيادة إن تكون أنت عندك القيادة يسمونها leading yourself، القيادة الذاتية. أنت هل أنت قادر إنك تقود نفسك؟ هل أنت عندك إنك قادر إنك
القدرة والتطوير الداخلي عندك أنك تقود نفسك، فهذا راح نأخذها بالتفصيل إن شاء الله. هل أنت عندك قدرة لقيادة فريق مكون من 10 إلى 12؟ هل عندك لقيادة فريق أكبر يعني صبر فرق مجتمعة في فريق؟ هل عندك أنت قيادة أو تحتاج أنك تقود مؤسسة أو كيان كامل كشركات على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم بأكبر؟ فهذه التسلسل الهرمي أنتوا لاحظتوا يبدأ من البداية من قاعدة المثلث، ومن ثم يطلع إلى رأس الهرم، اللي هو أنك ممكن بتنمية هذه المهارات الموجودة اللي راح نأخذها بالتدريج تصل فيها إلى أنك تكون قائد ومؤثر. ولكن أنت قائد في نفس في كل المراحل أنت قائد، ولكن بمهارات متطلبات يعني أقل شوي. خلينا نبدأ في أول خطوة علشان أنت تكون قائد لنفسك أو قائد نفسك. كل موظف يمكن أن يكون قائد بقيادة نفسه أولا بالالتزام الجاد بالمبادئ التالية. أنت عشان أنت القيادة الذاتية تكون إنه كيف تطور نفسك ليكون إن قادر إنك تدخل في القيادة نفسها. إذا أنت مش قادر تقود نفسك فإنك في الأغلب لن تكون تقدر تقود الآخرين. عشان نفهم هذا المفهوم، السؤال اللي دائما يقول كيف أني أصبح هذا القائد وأن أكون وأنا في البداية، كيف أني أكون أنا قائد لنفسي وكيف أطور نفسي، وأنا كيف أصلح لقائد؟ الخطوة الأولى أنك تبي تعرف أنه كيف تعرف وتفهم دورك في المكان الحالي، المسؤولية اللي عندك أنت الآن، وش دوري أنا فيها، كيف أني أنا أتعرف على مسؤوليتي، وكيف يمكن أن أكون هذا الدور فعال، أنا كيف أن يكون فعال في هذا المجتمع اللي أنا جزء منه. ثاني شيء اللي يسمونها عملية التنظيم والإتقان في عملية دورك في كل شيء تعرفه في مجال المكان أعطي، يعني أنك دائما تحاول أن تساعد نفسك في عملية اللي حولك وتطور نفسك وتحاول أنك دائما جاد في تطوير نفسك والتعامل معك، ومنظم يعني أنت منظم سواء بالتايم كإدارة وقت أو منظم في مهامك وأهدافك اللي سواء الحالية القريبة والمهداف المستقبلية، وأيضا أن أنت كيف أنك تستخرج الطاقات الكاملة اللي عندك اللي موجودة اللي حاول أنك أنت الآن ترتبها بشكل أو بآخر. برضو أنك أنت الآن عندك مسؤولية، وكيف تنظم هذه المسؤولية، وكيف أنك تعمل عمل جاد لاستخراج هذه الطاقات الكاملة اللي موجودة في نفسك وتحاول تطورها وتنميها داخل نفسك. الخطوة اللي بعدها اللي هي خطوة الخطوة اللي بعدها اللي هي leading the team. عندنا الآن عشان ندخل في عملية leading the team ندخل في عملية المهارات الإدارية والقيادية. أنت لازم يكون عندك مهارات قيادية، وهذه المهارات لازمة لتشغيل المكان بفاعلية، لازم أنك تكون هذه المهارات موجودة. مهارات قيادية نستخدمها للتواصل مع الناس ولضمان استمرارية الإدارة بفاعلية، وكذلك ضمان أن الفريق قادر أن يعني يفرج ما عنده. كل هذه المهارات ترى مطلوبة بس بشكل تدريجي، يعني أنت ما تبدأها بأول مرة أن كل هذه المهارات تكتسبها في يوم عشان تصير تقود منظمة كبيرة أو مستشفى أو على مستوى مديرية أو تجمع أو على مستوى وزارة. لا، أنت أول شيء عرفنا أنك قادر تقود نفسك، بعدين تدخل في المهارة اللي بعدها لكيف تقود الآخرين. خلونا الآن في السلايد اللي قدامكم أنه نتعرف على المهارات القيادية. المهارات الإدارية هي لإدارة المكان واستمراراته بفعالية. أنا المكان اللي أنا فيه هل موجود هيكلة؟ طيب موجود هيكلة، هل عندي لدي المهارات لعمل هيكلة وقراءة الهيكلة بالشكل الصحيح والعمل على تحليلها وخطط السلطة للهيكلة؟ النقطة الثانية وضع الأهداف، هل أنا قادر كمهارات إدارية أن أضع أهداف للفريق للمجموعة للمنشأة للمكان للقسم للإدارة؟ هل أنا أيضا قادرا أن أقيس هذه الأداء الأهداف قصدي قياس الأداء للأهداف
هل أنا قادر أني أعطي أعمل بعض المؤشرات اللي ممكن تقيس هذه الأهداف وتخرج ما 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 موجود لدى الفريق. طبعا المهارات القيادية هي أخرى رؤية في ترابط وتواصل، قدرتك على التواصل مع الآخرين والترابط، التنظيم الرسمي والغير نفسي، عندك قدرة على مساءلة من حولك بطريقة ليست المحاسبة ولكن طريقة ما هي اللي يسمونها لو قلنا قدرة الجاب أناليسز، إن نعرف ما هي الناقص عند الزميل ونقدر نطور فيه ونحفزه، طريقة التحفيز، طريقة العمل الجماعي تيم وورك، وهذا راح ناخذها إن شاء الله في الورشة الأسبوع القادم. فهذه كلها أنت إذا كان عندك فريق من 10 إلى 12 يعني أنشي تاسك فورس تيمز وأنت صرت القائد لهذا الفريق، لابد يكون عندك قدرة للهيكلة الفريق بشكل جيد، وضع أهداف لهذا الفريق، وضع تارجت معين في الهيكلة، وضع أهداف وتتأكد أنه هذه أهداف سمارت ممكن تقاس، وهذه وقادر أني أعمل مؤشرات تقيس أداء هذا الفريق. المهارات اللي موجودة قياديا لازم يكون عندي رؤية للفريق، وش الرؤية أنا وش كان الفريق هذا بيصلح يبي يعمل كذا، رؤيتنا أن يكون كذا نحقق الأهداف اللي هي مثلا النزول مثلا المؤشر الهاند هايجينز في كومبلاينز في قسم الطوارئ أو في المنشأة من ارتفاع قصدي من 70 إلى 75 أو 85 خلال فترة 6 شهور، كيف أني أنا أوصل هذا وكيف أني أعمل ترابط وكيف أحفز الناس وكيف عندي كاريزما اللي هو العمل الجماعي ودائرة المساءلة، هذه راح نأخذها إن شاء الله في السلايد اللي بعدها، تتأكدون أنه كيف نتعامل مع دائرة المساءلة في عملية أنه هل اللي احنا عملناه بشكل صحيح، هل وصل للناس بشكل صحيح، وكيف اللوب في عملية الإدارة. فهذه أول خطوة في عملية هرم التدرج إذا كان بتعامل مع حلقة المساءلة اللي يمكن ذكرتها قبل شوي اللي يسمونها accountability loop، تبدا في خطوات هي ليست حلقه محاسبه، عشان بس نصل لنقطه جوهريه في هذا الجزء، هي حلقه اللي مع اللي موضع اللي يسمونها الاعتماديه، كيف اني اضع التوقعات عشان اسال هذا الفريق او اسال نفسي عنها، وكيف ادرب الناس على هذه اللي كل عضو وما هي التوقعات اللي كل عضو والشغل، بعدين ادرب الناس على انه كيف يعمل على يعني العمل على هذه التوقعات او هذه التطلعات اللي انا اشتغل عليها، وبعدين اعمل فولو اب او يسمونها الاوفرسين والمراقبه، هل احنا حققنا هذه التوقعات، هل احنا وصلنا الى بعض من هذه التوقعات، بعدها نشارك هذه النتائج مع الناس اللي حولنا، هل احنا في الهاند هايجين وصلنا الى 75، وصلنا 74، وصلنا 73، دربنا الناس، علمنا الناس، بدينا نتابع، بدينا نراقب، بدينا نطلع مؤشر، وصلنا ولله الحمد 74 73، هل نشارك النتائج نعلنها للناس؟ نعم نعلنها، ونبدا نضع توقعات جديده وافكار جديده، ويبدا اللوب ثاني مره في عمليه اللي يسمونه الاكاونتابيليتي لوب. هذه من المهارات الجميله اللي ممكن يكتسبها القائد في عمليه تحفيز الفريق اللي حوله وطريقه وضع الأهداف بشكل جيد ومتابعتها بشكل دائر. ممكن تستخدم البي دي سي اي، ممكن تستخدم الفوكس بي دي سي اي، أي حلقات التحسين اللي ممكن تستخدمها وهي تقريبا متوافقة أنك أنت تتعلمها وتشتغل عليها. أهم شيء أنه تتمحور فكرتنا في عملية أنه هناك مهارات إدارية أحتاجها، وهناك مهارات قيادية برضو أحتاجها تكون موجودة لدى القائد، سواء في القيادة الذاتية أو قيادة الفريق على مستوى 10 إلى 12 فرد من الفريق نفسه. بعدها إحنا ندخل على المحور الثالث أو السلم الثالث من القيادة، اللي هي قيادة فريق أكبر. فريق أكبر يعني أنت كان أنت مكلف لفريق يحتوي على من 10 إلى 12، الآن بدأت أنت تكون فريق يقود أكثر من فريق، في فريق تحت من 10 أو 12، بس أنك الآن تقود فريق، هذه مخرجات كل الفرق 3 و4 تصل إلى هذا الفريق. نفس المهارات اليمين واليسار هي المهارات ثابتة، ولكن هنا نحتاج نفس المهارات اللي كنا أخذناها في الفريق الصغير، ولكن حجم المسؤوليات المرتبطة بمتابعة وتدريب وتحريك الصف الأول والتأكد من فهمه للمسؤوليات تجاه تحريك الصف الثاني. يعني أنت الآن عشان تبدأ
انه انت الان في 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 يسمونها رتبيه او ترتيب في عمليه الاولويات، عندك صف اول بيتحرك وتدربه بشكل جيد، بعدين تتحرك للصف الثاني للصف الثالث، بعدين يحققون لك الرؤيه او الهدف اللي انت حطيته سمارت في البدايه. فانت لو فكرت الان انه عندك مسؤوليات القائد هنا هي مسؤوليه على مثل ما عملها في الصف الاول، ولكن القياديه ما زالت شوي نعملها من الصف الاول بعدين ننتقل الى الصف الثاني، لانه عندك رؤيه اختلفت الرؤيه قبل شوي على فريق واحد أو على قسم واحد، الآن رؤية على مستوى منشأة، احتمال رؤية المديرية على مستوى منطقة، الوزارة على رؤية مملكة. نحافظ على عملية الالاينمنت، عملية الارتباط الفريق مع بعضه، الكوميونيكيشن والتواصل، هذه مهارات من مهارات القيادة. وبعدها نشتغل على اللي يسمونها مصفوفة المساءلة أو يسمونها الاكاونتابيليتي لوب، طريقة أنه نعمل توقعات وندرب الناس عليها وبعدين نعمل متابعة، وبعدين ندخل في عملية عرض النتائج ومن ثم نضع توقعات جديدة ونشتغل عليها بشكل دوري. المرحلة الرابعة من هرم ماكسويل، احنا الآن بدينا شوي نطلع فوق، يعني بدل ما انت كنت مسؤول عن فريق داخل مستشفى او مركز صحي، بديت الآن تطلع انك تدير قسم او إدارة على مستوى على مستوى منشأة، بديت شوي تطلع الآن على مستوى منشأة، سواء منشأة كمستشفى أو منشأة. إذا إحنا صنفناها بهذا الفكر إنه التيم خلينا نقول على فريق أقل كقسم أو إدارة، والليدنج تيم هو جزء من القسم أو يونت وحدة، بعدين طلعنا الآن إلى ليدنج أورجانيزيشن على مستوى المستشفى الأكبر. في هذه المرحلة أعتقد إنه 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 عندنا في مجموعة كبيرة من الدورات نحتاج أن نعملها، تنمية المهارات القيادية لدى الفرق اللي سويناها قبل شوي، اللي سواء جروب والصب جروب اللي موجودة. نحتاج أنه القيادي أيضا هنا في هذه المرحلة أن يكون يعني ما تفكر في قيادة الأفراد، بمعنى الأفراد أنت يعني قادر أنك تقود أقسام وإدارات داخل المنظومة بشكل أكبر، يعني مش تقود أفراد كما يمكن في الليفل الثاني والليفل الثالث أنه أفراد كجروب وبعدين صب جروب أفراد آخرين أنت تقود ومخرجهم راح يطلع كمخرج. لا، الآن بديت أنت تقود أقسام، وأنه الأقسام يحتاجون أنه عندهم أفراد وعندهم رؤية، فتحتاج أنك عندك المهارات في طريقة أنه كيف أنه يكون كل قسم وكل إدارة عندهم رؤية، عندهم رسالة، عندهم قيم، وعندهم أهداف، وعندهم طريقة قياس، وعندهم اللوب حق المساءلة موجود، عندك نظام التحفيز موجود، العمل الجماعي واحدة من المهارات الجميلة اللي ممكن انه انت اول شيء انه ليست ون مان شو، انه انت اوكي قائد، ولكن ترى الاعمال والمخرجات اللي تطلع كلها باسباب الفريق اللي معك واللي يشتغل معك. الاخر يمكن مرحله في السلم اللي هي قياده كيان كامل كشركه، او مثلا لما نقول قياده، مثلا لما نقول اداره عامه لمكافحه العدوى على مستوى الوزاره، بدات الان تكبر على مستوى كيان اكبر، على مستوى دوله، على مستوى نظام صحي، على مستوى طريقه، الان شويه اللي هي على مستوى يسمونها رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير عام على مستوى الوزارة. فأنت بديت شوية ندخل في إنه إحنا الآن أبعدنا عن إدارة الأفراد، أبعدنا عن إدارة الأقسام، بدينا نشتغل على إدارة الأنظمة، السياسات، الإجراءات، نبدأ شوية نحط رؤية كبيرة لك اللي يسمونها الصورة الكبيرة، والناس بدأت تحت تترجم هذه الرؤية الكبيرة إلى أهداف صغيرة صغيرة حتى يعملون عليها بشكل جيد، ومن ثم يصلون إلى رؤيتك اللي أنت وضعتها أو التنظيم اللي أنت وضعته بشكل على مستوى المنشأة أو الشركة الكبيرة. هذا بشكل أنه هرم ماكسويل، أنه عندك أول شيء قيادة ذاتك، ثم قيادة تيم كأفراد من 10 إلى 12، ومن ثم قيادة لارج تيم، معناته أنه في سب تيمز، فهذه تقريبا حول قيادة اللي هو قسم. ومن ثم الorganization، أنت الآن تقيد إدارة داخل منظومة، فأنت تقيد أقسام ووحدات موجودة تحتك. بعدين دخلت في منظومة أنك تقيد منظومة عمل أو شركة كبيرة أو نظام، فأنت الآن تفكر في الرؤية الكبيرة، فلا بد أنك عندك يكون هيكلة ووضع أهداف وقياس، ومن ثم الجانب الآخر المهارات القيادية، الرؤية والترابط والمساءلة والتحفيز والعمل الجماعي. عندنا عشان أطور القائد عندي 10 مهارات. مهارة التأثير، وهي نشتغل على عملية أنه
كيف انه نؤثر، وهذه راح نذكرها ان شاء الله بالانماط السبعه للاداره او اللي يسمونها الليدرشيب ستايلز، هذه راح نطرق عليها ان شاء الله بالسلايد اللي بعدها. ولا بد ان يكون عندي مصفوفه الاولويات، هذه من ضمن المهارات اللي لازم تكون عندك انت الان. وش الاولويات اللي ممكن اعملها؟ قبل شوي ذكرناها في التايم مانجمنت، انت عندك ثلاث مهام اربع مهام لازم انجزها في اليوم، معناتها هذه اولويه لازم اسويها، وانا عندي 10 اصلا، أربعة أو ستة الباقيات أنا أعمل عليها تفويض، وفي بعضها ممكن أجلها لليوم اللي بعده، معناته أني أنا عندي أولويات، ثلاث مهام لازم أسويها. مصفوفة الأولويات وقاعدة باريتو اللي قلناها قبل شوي، عملية أنه 20% من الأولويات اللي ممكن أعملها راح يكون امباكت على الاستراتيجية أو على الرؤية العامة بنسبة تقريبا 80%. حل المشكلات، لازم يكون عندك مهارة التخطيط والخبرة في 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 مواجهة مثل هذه المشاكل اللي ممكن تواجهونها. أعتقد الزملاء الآن وإدارات مكافحة العدوى على مستوى المنشآت أو على مستوى المواقع بعد جائحة كورونا لديهم الآن الخبرة الكافية للتعامل مثل لا سمح الله مثل هذه الجوائح، عندهم الآن التصور الواضح، عندهم الخطط، عندهم الفرق اللي دربت بشكل جيد، فمعناته حل المشكلات القيادي واضحة وموجودة وقادر أنه يحلها بشكل آخر لأنه مارسها مع الخبرة. وتطوير الأشخاص عنده، وأعتقد اللي يعملون الزملاء الآن في الإدارة العامة لمكافحة العدوى في تطوير القياديين، تطوير الناس على مستوى إدارات مكافحة العدوى على مستشفيات أو مديريات أو تجمعات في المملكة، شيء جميل صراحة، وهو جزء من أنك حاول أنك تطور اللي حولك. يعني تحاول أن كل فرد موجود عندك تحسس أنه هو القائد. نبعد عن كلمة أنه ما في إلا فلان، ما يعرف إلا فلان، فلان إذا راح ضاع العمل، لا، المفروض انه لا، راح فلان لتقوى العمل بشكل اكثر، لانه في سياسات واجراءات ونظم عمل وهيكله واهداف واضحه من ناحيه الاداريه، والزملاء كلهم عندهم مهارات القياده في عمليه حل المشكلات والتاثير على الاخرين. عنده ايضا قدره الاحترام، النزاهه، الاحترام، الصدق، الامانه، الاحساس بالاخرين. عنده برضه انه 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 المساواه، العدل عنده موجود، الرؤيه، عنده فيجن عاليه، عنده يعني استحضار المستقبل بشكل واضح، عنده قيادة والمسؤولية، عنده التزام، ممكن أول من يجي للدوام هو، أول من يبدأ باسمه هو، أول من يعمل هو، أي خطر ممكن هو يبدأ بنفسه. وتلاحظونها حتى في القياديين عشان يؤثرون على الناس، يمكن حتى في أول التطعيمات اللي لاحظتوها من بدأ فيها، بدأ فيها القيادات على مستوى البلد في عملية أخذ التطعيم، فأنا لازم يشعر الناس اللي حولي أني أنا أول من بدأ فيه. فدائما القائد يكون هو عنده التزام في المسؤولية، عنده السلوك الحافز الحماس المحرك، عنده طريقة التعامل مع الآخرين. ما كل الناس زي بعض، حتى في بيتك ما هو كلهم بعض، فلازم تتعامل مع هذا بطريقة وهذا بطريقة، فأنت عندك المام في سلوك الآخرين وحاول القدرة عليهم. تطوير الفريق، عندك تنمية روح العمل الجماعي، التغيير الإيجابي، وطريقة أنه كيف التغيير والإيجابي والصعوبات، كيف أنك حولت هذه الصعوبات إلى فرص تحسين. طريقة أن القائد دائما يدرب ويوجه الآخرين ليكون كل منهم قائدا في ما بعد، وهذا هي الأساس. القائد هو من يخلق القيادات، وأنا ألاحظها الآن أنه أنتم عددكم تقريبا من 28 أو 27 للحضور حسب القائمة اللي موجودة، فتقريبا الآن هذه السنة عندكم هذا الباتش الأول قيادات، إن شاء الله بعد فترة راح يكون عندنا برضو 27، بعدها 27، بعدها 27، فمعناته تخيلوا أنه بعد سنتين ثلاث سنوات يكون عندنا تقريبا 100 أو 150 قائد على مستوى مكافحة العدوى في وزارة الصحة، وممكن يستفاد منه في مواقع أخرى، في لأنه هو القيادة هي ليست حكرا على تخصص معين، ولكن هي الوضع على عمل بعض السلوك. السلايد اللي قدامكم الآن بتكلم عنها اللي هي الليدرشيب ستايل، وهذا أخذتها من 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 جينيت براون اللي دخل سيرتيفايد، اللي هو اخذ سي بي اتش كيو، يعرف جينيت براون من الكتاب المرجعيه في اللي يسمونه البورد الامريكي للجوده او يسمونه سيرتيفايد بروفيشنال كير كواليتي. ف بقول لكم انه في ستايلز، واعتقد انكم شفتوها ولاحظتوها وقابلتوهم الناس دولة، وتحتاجهم بطريقه معينه حسب الموقع اللي فيه الشخص نفسه. أول يمكن ستايل اللي هو يسمونه إيتوكراتيك أو يسمونه البيروقراطي، وهذا أنه عنده كاريزما أنه لا يسمح بمساءلة لأي عضو، بمساحة لأي عضو، وعنده أنه يأخذ رأيه ولا الفريق يناقشه في فريق
يعني دائما هو متسلط في قراره ودائما هو سريع في اتخاذ قراراته. هل نحتاج هذا الفكر؟ هل قصدي هل هل النموذج من القيادة هل نحتاجه؟ لا لا قد نحتاجه، قد نحتاجه، صحيح نحتاجه. وين نحتاجه؟ نحتاجه في حالة الكوارث، في حالة الكوارث، في حالة الامرجنسيز، في حالة لا سمح الله يكون فيه معاملات سرية وشغلة كذا، ما أحتاج أحد يناقشني في الموضوع، نفذ، صح ولا لا؟ يعني أنت عندك قائد العمليات في الكوارث لا سمح الله، وما يحتاج أنك تناقشه، أنت نفذ. في أمور سرية ومعاملات سرية ما أحتاج أني أشرح لكل واحد، أنا خلاص نفذ، توكل على الله. فأنت تحتاجه هذا الكاريزما وهذا النموذج، نحتاجه في بعض المواقف. زين، الموقف الثاني اللي يسمونه الدبلوماتيك أو يسمونه الدبلوماسي، هذا هو يسوق لأفكاره، انتبهوا، يعني هو دبلوماسي يسوق لأفكاره ولا يتنازل إلا، يحاول يقنع الآخرين بأفكاره، ودائما يحاول أنه يلح عليكم حتى أن الفريق كله يروح لأفكاره، وهذا تجدونه دائما. يعني إحنا نقول دائما هذا الدبلوماسي فلان، هو قادر أنه يعطيك أنه يبي يتخذ قرار، يحاول يسوق للقرار قبل، ولا جاء في الاجتماع حاول انه انت والله يشوف احنا والله نبني غرفه في توسعه للطوارئ، واعتقد انها من جيد ان نبنيها عشان تخفف علينا الازدحامات وتكون هي منطقه فرز وكذا وكذا، فما خلى موقف للفريق انه ممكن يختار، صح ولا لا؟ ممكن يكون في اعتراضات بسيطه، ولكن هو سوق لفكرته بشكل جيد، كانه موافق وليس موافق، هو عملها كانكم توافقتوا معه. فهل هذا نحتاجه؟ لا لا، انا عشان ما نقول لا كلش، لا نحتاجه في جزئيات، في جزئيه التفاوض تبي زي هذا. يعني انت الان اذا كان عندك رغبه في مفاوضه معينه كقيادي ممكن يكون مفاوض، تحتاج هذا النوعيه من القياده، ان يروح هو هناك يسوق للفكره، وهذه دائما ياخذونها حقين اللي هو اللي يسمونها شو اسمه اللي يسوون دعايات، ذولا يحاولون انه يجيك يقنعك بالفكره قدر ما يستطيع، يقنع مجموعه، يقنع كذا، يقنعك، حاول انه. فاذا انت عندك واحد قيادي مفاوض تبغى تسويه، خل الستايل حقه اللي دبلوماتيك، قائد دبلوماسي، حاول انه يسوق فكرته، وفي الاخير بياخذ موافقه الجميع ويجي مروح. الثالث اللي هو ترانسفورميشنال او يسمونها التحولي، وهذا يمكن قائد يحفز الفريق ويدعمه، دائما يميل لعقد الاجتماعات، دائما يشتغل على موضوع انه يتابع، لا يتابع الاعمال اليوميه، وما يدخل في الاعمال اليوميه بصوره مباشره، دائما يشجع الفريق. هذا نحتاجه، ايوه نحتاجه، نحتاجه في وضع الاهداف والمكافآت للفريق لتحقيق معدلات اداء. دائما تلقاه هو زي البي ام او، يتابع بعض المشاريع، يتحاول كذا يطلع بعض المؤشرات، ولكن هو ما يدخل في تفاصيل، ولا هو عنده الاوثوريتي اللي هي على الناس الاخرين، ولكن هو تحتاجه لقيادة مرحلة تحولية، تحتاج مثل هذا النوع. الرابع اللي هو ديمقراطيك أو يسمونه ديمقراطي، يعني قبل شوي قبل الدبلوماسي، هذا الديمقراطي. الديمقراطي اللي هو يعرض المشكلة على المجموعة وعلى الفريق، ويعطي يأخذ من الآراء الفريق، ويأخذ القرار النهائي بالأغلبية. يعني أنتوا اتخذنا أنه والله نوسع الغرفة في الطوارئ، صوتنا عليها، أخذنا آراءهم، لا آراءهم ممتازة جيدة، ثلاثة منهم أو خمسة منهم وثلاثة مش موافقين، في الأخير الأغلبية أنه ناخذ ونوسع الغرفة، معناته هو ديمقراطيك. نحتاجه، أيوة نحتاجه، وهذه نحتاجه وين؟ نحتاجه في عملية أنه في الفرق اللي دائم هم محفزين، دائما الجودة تميل لبعض الشيء من هذا بطريقة أو بأخرى. الستايل رقم خمسة الليزز فير أو يسمونه اللي هو الكسول بمعنى أو بآخر، هل نحتاج مثل هذا القائد؟ يتابع ال من الاسم لا، ها؟ من الاسم لا، اي من الاسم لا، بس ترى نحتاجه. ليش نحتاجه؟ بعض المرات انت تحتاج قائد او مدير لمنشأة اللي فيها هم اعلى من الموجود. يعني مثلا لو اقول لك الان عندي مركز ابحاث، اصلا البروفيسور اللي موجود كلهم يعني باحثين على مستوى عالي جدا، صح ولا لا؟ فأنت تبقى واحد يمسك لك قيادة المركز، وليس لا يمكن هو الأفضل منهم، هم أفضل منه، ولكن هو يدير ويسير الأعمال، ولكن هو ما يتدخل كثير في الأعمال الآخرين، هم يتخذون قراراتهم، والفريق قادر أنه يتخذ قراراته، وكل عضو قادر يتخذ قراراته، واضحة؟
هذه الليزر سفير نحتاجه في بعض الجزئيات. الأخير اللي أو قبل الأخير الترانسكشنالز أو يسمونه القائد اليومي أو قائد المهمات اليومية، أعتقد أنه زي البي ام او زي الناس اللي ممكن تحتاجهم في عملية إدارة العمل اليومي ومتابعة، ممكن قيادة لصار عندك واحد موظف مدير مكتبك بشكل جيد يقيم أعمالك اليومية ويتابع أعمالك اليومية مع الإدارات الأخرى ويحاول يحقق لها بأخرى. آخر واحد وهذا المفضل عندنا كلنا وهذا المفضل عند الجودة بشكل أكبر اللي يسمونها البارتيسيبيتوريز أو يسمونها المشارك، وهو يمكن أفضل نوع في القيادة، محفز ومشجع لفريق العمل، يضع المشكلات ويترك الفريق يعبر عن رأيه. انتبهوا قبل شوية الديمقراطيف يأخذ رأيه من الناس الآخرين، هذا يضع المشكلات ويترك الفريق يعبر رأيه ويحترم جميع الأراء ويأخذ الموافقة الجميع ولكن ليس بالإجماع، يحاول أنه هو يعني يدخل رأيه بشكل أكبر ولكن ليس زي اللي الدبلوماسي ولا زي الديمقراطي. فهو القائد اللي ممكن يجمع عليه الناس اللي ممكن يكون مشارك، وهذا نفضله دائما يكون سواء الفكشن كنترول او الجوده يكونون بهذه النوعيه وبهذا الستايل، لان كنتوا تدخلون كونسلتيشن مع اكثر من موقع فتحتاجون انكم تكونون شاركين مع الناس، حاولين تحفزون الناس، تعطون افكاركم، تعطون كذا وتاخذون الموافقه عليها بالاجماع. واضحه لكم الستايلز قبل ما نروح للي بعدها؟ معليش بس دكتور لو الأخيرة البارتيسيباتوري المشارك. نعم المشارك. نعم. هو من نوعه من محفز هو شيء ومشجع لفريق العمل، هذه واحدة. ثاني شيء يضع المشكلات ويضع الفريق يعبر عن رأيه ويحترم جميع الآراء ومن ثم يأخذ عليها، يعني قريب من اللي يسمونه الديمقراطي، ياخذ الاقراء في ما ياخذ الاجماع، يحاول انه ياخذ بالاغلبيه نفس طريقه الديمقراطيه، بس انه ميزته اللي هنا عنده انه مشارك مع الكل، محفز للكل، قادر ان يصير جزء من الفريق. اللي قبل شوي لا، ممكن هو يجي منك جالس معكم يمكن اول مره تشوفونه، مو مشارك معكم دائم، ما يشارك معكم بالفريق، ولكن يصوت على الامور اللي الديمقراطيه انه اعطاكم المشكله او اعطاكم اللي المشكله وقال ايش رايكم 5-3 موافقوا على توسيعه الطوارئ، توكلنا على الله. هذا لا، هو يدخل في المشكله ويفند المشكله معاكم ويحفزكم، وبعدين يدخل في عرض المشكله ويحاول انكم تصيرون انتم ككتله، ويحاول جاهدا يكون في الاجماع، جاهدا يكون في الاجماع، بس مش لازم يكون في الاجماع، اكيد انه في اختلافات، ولكن حسب تاثيره والكاريزما والانفلونس اللي ممكن ياثر عليها ممكن ياخذ اجماع من الناس. وهذه تلقونها دائما في بعض اللجان انه يقول وافقوا بالاجماع، فالقائد تلقاه دائما قادر انه يحفز الناس لانه مشاركهم، مشاركهم همومهم ومعطيهم الناس وحب خليهم يدرسونه امس وبكره وبعده، واعطاهم فرصه للتفكير وبعدين دخلت، ويمكن بدت الان تصير واضحه له انه كقائد انه 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 يكون محفز ومشارك مع الفريق نفسه. واضحه؟ واضح، الله يعافيك. الآن بندخل على كاريزما القائد، بنمر على مرور سريع. عنده موضوع الكاريزما، عنده شفافية، وضوح، ثقة، عنده الإنتاجية، وضوح القائد مع نفسه باكتشاف نمط شخصيته، وضوح مع الآخرين بالكشف عن هذا النمط. يعني أنت لا تكون أنت قدام الناس غير اللي موجود مع نفسك، يعني لا تكون واضح وشفاف. أنا شوية عندي شوية من العصبية ما أخفيها، لا موجودة، لازم تقتنعوا فيها. أنا عندي رغبة أني أتعامل مع جزئيات معينة، يعني ما أكون أنا قدامه بوجهه بالمكان آخر بوجه آخر. عنده نقطة تميز في إتقان عدة مجالات، شيء مطلوب، يعني أنت قلناها قبل شوي، عشان تصير قائد لازم يكون عندك أكثر من إتقان لبعض المجالات أو أكثر. عنده اهتمام في الآخرين، لو أكثر من صورة من وقت لآخر، حدد موعد الجلوس معهم والسماع لهمومهم. عنده محفز بالمكافآت وشهادات التقدير مثلاً، يعني طريقة التعامل، هذه الزميلة أو هذا الزميل عنده ظروف عائلية، طريقة التعامل معهم، طريقة جلسة معهم، حل مشكلاتهم. الزميل الآخر يحتاج أن يحفز عن طريق مكافآت، يعطى إجازة يوم راحة، شغلته في المساء البارح في الليل أنجز بشكل جيد. عنده الحماس، ولكن لابد نبتعد عن الحماس الزائف الوقتي واجعله مستديم أن تقاد قدوة للآخرين. دائما تفكيرك لازم يكون عندك حماس استراتيجي، حماس مستقبلي يحقق أهدافك. ما أبغى إحنا نركض عشان في زيارة معينة أو في
مثلا قائدي بيزور المنطقة أو بكذا وكذا ونتحمس لفترة وحنا نحاكي غير الواقع. لابد أن يكون حماسنا مستمر، حماسنا لأداء مهامنا لتحقيق أهدافنا اللي إحنا وضعناها. دعم الفريق عنده جانب، الدعم الفريق في كل جوانب، يعني يعرف أنه كل واحد من الفريق وش المشاكل اللي عنده، وش المهارات اللي اكتسبها، ما يحاول يضغط. إذا كان زميل فلان يعني ما هو جيد في عملية التحليل والأناليسز، ما أكون دائما أوجه للأسئلة بشكل مستمر عشان أن يحسسه أنه هو الضعيف أو الغير جيد قدام زملاء. لا، إذا كان أحد جيد في هذا المهارة حاول أن الأسئلة توجه له، إذا كان هو عنده جانب آخر في القيادة حاول أني أوجه الأسئلة للقائد الآخر. عندنا اللي هي مبادئ القيادة الجيدة. أعتقد أن كلكم أكيد أن القائد الناجح يعني العدالة مهمة في عملية المساواة ما بين الجميع. أكيد أنه ما تتعامل بتحيز مع بعض اللي الموجودين. ثاني شيء أنه يحاول أنه عنده يعطي حرية في مساحة التفكير والتعبير عن رأيهم. لا يعني نكمم الأفواه، نحاول أن نسمعهم بشكل جيد، نحاول أنه ناخذ الجيد منهم. الصوت اللي طلع هذا هو صوت جميل، نحتاج أن نسمعه، نحتاج أن ناخذه بشكل، حتى لو كان أنه الصوت هذا ينافي توجهنا، ولكن ممكن يكون هذا عنده ظروف معينة نحاول نشتغل عليها. الالتزام، نحاول أن نلتزم تجاه العمل والآخرين والقائد قدوة بطبيعته. كيف تقود الآخرين؟ عندنا أنه عشان نقود الآخرين عندنا بعض الأدوات اللي ممكن نستخدمها، زي تجنب المنافسة والبحث عن السلطة. يعني ما كلكم قياديين، كلنا زي بعض، كلنا نعمل، نحاول أنه ما يكون أنه البحث عن السلطة عشان أنا أكون قائد مناسب أخلي الحولي ما هو أضعف مني وأقل مني. لا، استبدل ثقافة العقاب بالتشجيع. حاول أنه أنت ما روح للعقاب مباشرة، حاول أن أشجعه. أوكي، أنت اليوم تأخرت، بس أني نحتاج أنه نشتغل معك، عندي بعض المهام ممكن أوكلها لك في المساء، تعامل عشان تعوض الأيام اللي تأخرتها. فيمكن هو يتحمس بشكل أكبر ويكون عنده يعني حماس أنه ممكن يعمل بشكل أكبر وينتج بشكل أكبر، بدال ما نروح حول المتابعة ويعاقبه بشكل. ثق بالآخرين وفوض لهم المهام. لازم أنك تثق في فريقك اللي حولك، لازم تعطيهم بعض المهام عشان يساعدونك على الإنتاجية. لا تخلي كل شيء عندك. بعض المرات يقول ما يعرف إلا فلان، هذه مشكلة. لابد أن كل الزملاء والناس اللي في الفريق يشاركون برؤية وأهداف المنشأة لتحقيقها سويا. هي عملية التفويض من الأمور الجيدة في عملية تفويض الآخرين. ادعم الآخرين واجعلهم يتقون بقدراتك. لازم تدعم. أنت لا تكون كل الدورات اللي يطلع لها الحالي، الجولات اللي يقوم فيها الحالي، الانتدابات أطلع فيها الحالي. لازم أني ندعم بالآخرين، أوزع المهام بينهم، وخلي الناس تتساوى في فرص التدريب والتطوير والتحسين. أكون أنا قدوة لهم، أنا بالعكس أخليهم هم الأول وبعدين أنا أجي آخرا عشان يثقون فيك أكثر. عندك رؤية، كيف الرؤية هذه تجمعها بينهم، كيف أنك تحاول تستخدم تأثيرك على اللي حولك وتخليهم كلهم يكونون التأثر بالقدوة. شجع الفريق دائما في الفشل قبل النجاح. يعني إذا فشل الفريق مو يعني أنك تروح نأثر عليه، لا. أوكي، هذه المحاولة الأولى، المحاولة الثانية بإذن الله تكون أفضل. أكيد أنه ما كل واحد من المحاولة الأولى نجح. لو تعطيهم بعض الأمثلة، يعني أديسون لو ما حاول محاولات كثيرة كان ما شفنا الكهرباء ولا شفنا النور في الليل. فهو محاولات الكثيرة اللي تعلم منها من خبرات الفشل الأولى قدر أنه يصل لنا الكهرباء بالشكل اللي إحنا ننعم فيها الآن ولله الحمد. دائما ألهم الآخرين لتحقيق الأهداف ولا تجبرهم، يعني حاول أنهم هم يكونون جزء من هذا الإلهام، هذا التصور. النجاح للكم وليس النجاح لي أنا، النجاح باسم المنظومة وليس باسمي أنا. دائما نبعد عن الأنا، نبعد عن دائما نتكلم بنحن، الآي نبعد عنها وندخل في وي، لأنه هي يسمونها دائما وين وين. كلنا نحتاج أن ننجح وكلنا ننجح بطريقة أو بأخرى. الليدرشيب، لو لاحظتوا الليدرشيب أنها كلها تتكلم عن عملية على التركيز على الأشخاص اللي يسمونها تمكينهم، empowering، inspiring، تحفيزهم، إلهامهم، وleading the change، والتغيير في عملية الليدرشيب. آخر شيء اللي بتكلم عن اللي هو
ماكسويل، ممكن قلتها يمكن بالبداية، ولكن ماكسويل هو المؤلف والمدرب والمتحدث رقم واحد الأكثر مبيعا في نيويورك تايم، والذي باع أكثر من 26 مليون كتاب بخمسين لغة في عام 2014. تم تحديده باعتباره الرائد الأول في مجال الأعمال من قبل الأمريكان مانجمنت أسوسيشنز، وخبير القيادة الأكثر نفوذا في العالم. تقريبا يمكن وصلنا إلى الأسئلة، إذا في أسئلة. ولكن نعطيكم شوي بريف عن الملخص، أنه أنتم القيادة هي موجودة، ونحتاج القيادة والإدارة بشكل كمدير وقائد، نحتاج كل اثنين مهاراتهم تكون موجودة. الهرم ماكسويل اللي كنا قلنا تبدأ في قيادة ذاتية، وبعدين قيادة الفريق، وبعدين قيادة الفريق الأكبر، وبعدين قيادة المنظومة والمستشفى والإدارة، ومن ثم قيادة الشركة الأكبر. كل هذا يحتاج مني أن ننمي القيادات، المهارات الإدارية والمهارات القيادية، منها الهيكلة والأهداف في المهارات الإدارية وقياس الأهداف، والمهارات القيادية اللي هي عملية التحفيز والرؤية والتواصل والمساءلة والعمل كفريق. هذه المهارات اكتسابها راح يكون تدريجي مع الخبرة، مع نفسك أولا، ومن ثم مع على مستوى فريق في القسم، وبعدين على مستوى إدارة، وبعدين على مستوى مستشفى أو مديرية وتجمع، أو على مستوى وزارة. هذا بشكل ملخص، إنه كل الستايلز اللي ذكرناها قبل شوية يسمونها نماذج الإدارة نحتاجها بطريقة أو بأخرى. نحتاج القائد البيروقراطي في عملية الطوارئ لا سمح الله وكذا وكذا، ونحتاج القائد الدبلوماسي في عملية المفاوضة، نحتاج أيضا في تحفيز الناس والمشارك، وبرضو الليزز فيرز اللي يسمونها أو الكسول في معنى آخر، الترانسفورميشنالز اللي يقود التحول في مرحلة من المراحل. فكل هذه الستايل من القيادات تحتاج نتمونها. الخلاصة اللي راح نصلها الآن، أنه أنتم قيادات، محاضرة اليوم عطتكم بعض السكيلز والمهارات اللي أنتم قادرين تنمونها بشكل تدريجي، عشان بإذن الله تصيرون من القيادات الكبيرة على مستوى المملكة بإذن الله، ولكم أثر وإمباكت على نظامنا الصحي في قادم الأيام إن شاء الله. إحنا في مرحلة تحول، ونحتاج إنه هذه القيادات يكونون أكثر وأكثر، ويكون لهم إن شاء الله بإذن الله أثر على الآخرين. وبدل ما يكون عندنا قائد واحد، يكون عندنا قائد 50، و50 يعطونا 100، وال100 يعطونا 150، وال150 يعطونا 300. مع الوقت بإذن الله يكون عندنا قيادات في البلد قادرين إن شاء الله بإذن الله يقودون غيرهم في مرحلة، هذه المرحلة التحولية أو في المرحلة القادمة إداريا. هل نحتاج الإدارة والقيادة؟ نعم نحتاجهم في شخصية رجل واحد بأنمط معينة. إذا كنت قيادي، بعض المرات بعض المهام الإدارية تحتاج أن يكون يديرها مانجر، خاصة اللي لها دخل في عملية الفاينانس أو المالي أو الشغلات هذه، اللي لابد أن يطبق قواعد الأنظمة زي موجود برضو بالتوظيف والتوظيف. أنا أحبذ أن يكون دائما المدير الأكبر في أي منظومة يكون هو قائد، والمدير النائب له أو الإداري أو الماسك المساعد للشؤون الإدارية يكون هو مانجر، لأنه هو يأخذ الفكرة من هنا ويحاول يأطرها على حسب الأنظمة واللوائح الموجودة في البلد. شكرا لكم، ويعطيكم ألف عافية. ألف شكر لك دكتور عايد على هذا المحاضرة الرائعة، الله يعطيك ألف عافية. صراحة محاضرة ملهمة حقيقة. فما أعرف الزملاء هل عندكم أي أسئلة؟ أوكي. إذن بس أكرر شكري لك الدكتور عايد على مشاركتنا هذه المحاضرات، والله من أروع المحاضرات اللي